الحلوين. النهارده معانا حرف جديد اسمه حرف الصاد، هناخده ونعرف طريقة كتابته قصة ونسمع قصة جميلة من بندق حبيبنا. صباح الخير يا صحابي حلوين، وحشتوني خالص جدا عن ايه؟ النهارده هحكي لكم حكاية بندق اخويا. كان مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مرة ولد صغنن اسمه بندق. بندق دوت كان عنده إيه؟ كان عنده ألعاب كتيرة خالص. وفي يوم من الأيام بعد ما لعب مرضيش يعلم اللعب بتاعته. مامته جت وقالت له: لا يا بندو، انا هجيب لك يا حبيبي صندوق علشان تحط فيه الالعاب بتاعتك. قال لها: ماشي يا ماما. قعد بندو يفكر يفكر يفكر، يا ترى صندوق ده بيبتدي بحرف ايه؟ بيبتدي بحرف ايه؟ اسمه حرف الصاد، صاد صندوق، صاد صندوق. طب تعالى كده نشوف مع بعض ايه الحروف، ايه الكلمات اللي بتبتدي بحرف الصاد. صاد صقر، صاد صقر، صاد صندوق، صاد صندوق، صاد صاروخ، صاد صاروخ. طب تعالى نشوف ميس هبة هتورينا الحرف ده بيتكتب ازاي كده. تعالوا نشوف بقى حرف الصاد ده بيتكتب ازاي عشان نعرف فندق بيتكتب ازاي حرف الصاد. تعالى معانا اهو، حرف الصاد بيتكتب ازاي؟ شرط نايمة على السطر، اتغطت بالبطانية، كلت طبق رز بلبن. شفتوا سهلة ازاي؟ تعالوا نكتبها تاني. شرط نايمة على السطر، اتغطت بالبطانية، كلت طبق رز بلبن. صاد صاد. طيب الصاد دي ليها اخت بتفرد ايديها علشان تمسك ايد صاحبتها. تعالوا نشوف بتمسك ايديها ازاي. شرطة نايمة على السطر، اتغطت بالبطانية، عندها سنة صغنونة. تعالوا نكتبها تاني. شرطة نايمة على السطر، اتغطت بالبطانية، عندها سنة صغنونة. صاد صاد. طيب احنا اتفقنا قبل كده ان الحروف بتاعتنا بتروح رحله في فصل الشتاء، فصل الخريف، وفصل الصيف. تعالوا نشوف الصاد بتاعتي. في فصل الصيف اتفقنا بيبقى على راسها فتحه صاد، وعلى صا صا صا. تعالوا نشوف فصل الشتاء، تحتيها كسرة صي صي صي. في فصل الخريف صو صو صو. ده الحرف بتاعنا لما راح في فصول السنة للرحلة بتاعته. تعالوا معايا نلعب لعبة حلوة قوي ونشوفها كده اهو. هنا عايزين نحط دورية أو دائرة حوالين حرف الصاد. فين حرف الصاد ده؟ في الكلمة دي. دي كلمة اسمها بصلة. بصلة. فين حرف الصاد ده؟ ده ولا أني ده؟ برافو شاطرين. يلا نحط عليه دايرة. برافو. طيب عندي دي كلمة صاروخ. فين حرف الصاد؟ حرف الصاد دوت. شاطرين. يلا نحط عليه دائرة. برافو عليكم. كلمة ايه دي بقى؟ كلمة غواص. فين حرف الصاد ده؟ لا ده ده؟ لا ده. برافو عليه. يلا نحط عليه دائرة.
تعالوا نشوف الكلمة اللي بعدها. صندوق. حرف الصاد هنا عندي أول الكلمة، يعني فرد إيديه. تعالوا نحط عليه دايرة. برافو عليكم. تعالوا معايا نشوف اللعبة اللي معايا تاني دي، اللي هي اكتب الحرف الأول. المفروض إن احنا هنكتب الحرف اللي بتبتدي بيه الصورة اللي عندي. أنا عندي صورة إيه؟ صاروخ. صاروخ. صاروخ بيبتدي بحرف الصاد. صاد بتتكتب معايا ازاي؟ شرطة نايمة على السطر، اتغطت بالبطانية، كلت طبق رز بلبن. لازم يبقى عند الصاد السنة دي، ما ينفعش ان انا اكتبها كده اهو كده غلط، لازم يبقى موجود عندي السنة دي. تعالى معايا نشوف هنا هو ده ايه؟ صندوق. صندوق بيبتدي بحرف الصاد. صاد صندوق. شرطة نايمة على السطر، اتغطت بالبطانية، طولت مني شوية. يلا هنا هو الطبق بتاعي. صاد. صاد صندوق. صاد صندوق. تعالى نشوف ده ايه ده؟ صورة ايه دي؟ صقر. صقر. صاد صقر. شرطة نايمة على السطر، غطيت بالبطانية، كلت طبق رز بلبن. صاد صقر. صاد صقر. صاد صندوق. صاد صندوق. صاد صاروخ. صاد صاروخ. وبكده احنا النهاردة اخدنا حرف الصاد بكلماته بحركاته. يا رب نكون استفدنا، واستفدنا كمان من الفندق ان احنا لازم نلم لعبنا في الصندوق، ما نسيبهاش مرمية كده. وان شاء الله اشوفكم بكرة.